بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إثمثنا ثستمثين الذكرى من أول محرم ذيوثا الذكرى قعززن يعني غافين سلمان تعزيز أولا في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رمذين يعني عنان أسقسن يغشون هجر النبي عليه الصلاة والسلام وكن أدحسب يعني التاريخ ينسلمن الدبذون التاريخ أسقس من زو والسين والثلاثة والأربعة والخمسة أقلقيد 1426 و27 إلى غير ذلك. فإذا يعني جاي وقيب ذن يعني الصحابة الحساب الأمة أنثين سلمت الحساب يعني الدولة أنثين سلمت قرصان النبي صلى الله عليه وسلم بذن أنشتني الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يخدم الدواوين يخدم الوزارات عمر بن الخطاب ومن بعد جماعة الصحابة رضوان الله عليهم وكنا خدمة التاريخ وكنا الضبط يعني التواريخ. فإذا به يعني تمشور من الصحابة قبارة سنة نسرد بدون الحساب أرمذين يعني جزان مثفقا باللي غد بدون الحساب قسقس النيان يذدي هجر النبي صلى الله عليه وسلم يمكى غار المدينة غصر بي الإسلام يجث 13 سنة غار دفير وقبل يعني ما ريفذون الحساب يخطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذي هجر المدينة يكان 13 سنة يمكى ونتذ النبي ذا الرسول يدعون يمدن أوروب رضا رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن ريفكار رب العالمين الشام ذا القوة تزمرث الإسلاميين الدينيين أنا جارد فيرم جهجر النبي صلى الله عليه وسلم غر المدينة المنورة. فإذا ذين فشهم جزا مثفق الصحابة النجوة رسن باللي غد بذون الحساب يمير يدي هجر النبي عليه الصلاة والسلام. وما إلا نهضرت باللي أول محرم من سمح ثيد العمورة النغ ذو ثمثن النغس الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودي وراء دي باللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهجر يشهر المحرم خطر يعني التاريخ والسيرة النبوية ثبتند العلماء بما لا مجال فيه للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبذل هجرين لشهر صفر شهر يعني وسين قسقسن ثقرا شهر صفر يوطد النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة شهر ربيع الأول يوطد قد قد قسن قشون يديلو لكن قسن قشون الذي يغال أذي مثل عن النبي عليه الصلاة والسلام 12 ربيع الأول. فإذا يعني الهجرة افترض غير صفر الوحيد هذا شهر ربيع الأول ولكن ما لا أدنحسب لابودا ما لا يفذون وسقس ولا نعلم وعربني يعني وقبل باللي غسقاس يتبديل لشهر المحرم. والهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم يثمثن تستمثين ده شرات سمكثين على الهجرة للمؤمنين خطر مشي ذين النبي يهجرا النبي تقريبا ذان جار يقل لان نغجارين قورا يقل لان يعني يجا مكة ولكن زوار انت المؤمنين صل امر ينس يوم ريثني وكنا ذهجرنا ذو روحني يعني ان درع بذن رب العالمين سبحانه وتعالى سلستع وذ الجني خام الانسان وذ الجن تجارة الانسان لن وذ هي جن الدريانس خطر الدريس مثلا مازاليث ذ الكفار ثلاث مطوث تجار جازيس مازاليث ذ الكافر ثروح ثهجر في سبيل الله الا وني جن طمطوثيس الا وني جن مولانيس وهكذا يعني جان كل شيء ذي الريف فغان كان أذم رب العالمين سبحانه وتعالى أنشتي يعني أضيف كالدرس لام القرآن بحيث يعني لكن لان الصحابة يعني أرفض النار الدون ثيين في العبادة رب العالمين سبحانه وتعالى أن كن إذا غنوا تسدها شار الدون ثيين بحيث أغيغور وذريم أغيغور المنصب أغيغور الحكم أغيغور يعني الفكر الحصول كذا يوكن يعني نجب رضا رب العالمين سبحانه وتعالى يود ذيلين الدينيين ذين لان عزيزي يك سني كل شيء ذقولا وننغ أكن لان الصحابة هجران الجن كل شيء المند كان أذصردون رب العالمين عز وجل وأذصردون النبي عليه الصلاة والسلام وأذعب ذن رب العالمين عز وجل قال استعصر بين فلان الجيوب سن غصر بورسعين خرا لن ويدي وطن غر المدينة يعني مورسعين شما أرمذين يغال يعني يسدكولي ثن النبي عليه الصلاة والسلام وحيد الأنصار مزدغنين المدينة مزدغني ثريب يسدكولي ثن يخدم ثيمة جوغارة سن يوكنا ذو طون الشين نغبلك هذا تفضل الأنصاري في المهاجر ديوسان يعني مكة المكرمة.
وين الدرس من القرآن. ولذلك دنف النبي صلى الله عليه وسلم قرد فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فعلا هجرا الصحابة رضوان الله عليهم ثلا إلى الله ورسوله ورطمع الفراء بل الخير جنت الفيرنس يعني خاصة وإذا هي سعان تجارة وإذا هي سعان يعني إخامان إلى غير ذلك كما أبو بكر الصديق كما عمر بن الخطاب كما عبد الرحمن بن عوف كما عثمان بن عفان يعني ماشي الخيرة وإذا هي لن دي مركانتيا ولكن جان كل شيء ذي ناجم كان أروح عند المدينة وكنا ظنصرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونكنيا أمش الهجرة يرت نخدمت نخدم ذقولة وننغن هجرة يعني حرم رب العالمين عز وجل أن بعث يعني حرم رب العالمين عز وجل إقرد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة هجر ما حرم الله الهجرة صح ماشي غير الهجرة اللي غير ثوت سيطر اللي كتشدو تيمكان غير مكان وانما ذينا الصنف يعني وليك في اللاس مما يحرم رب العالمين للشير كنا ذا الماكلة حرام تنغ تسكرطان نغ ذا الرشوان نغ ذا الربا نغ ذا الغيبة نغ ذا النميمة إلى غير ذلك ما إلا ثرولت في المسالة النية كحسب رب العالمين سبحانه وتعالى أمزون تهجرت غير المدينة من الرسول صلى الله عليه وسلم ويقارد عليه الصلاة والسلام عبادة في الفتنة كالهجرة إلي إنه كون نريلين قل وقت قواشو نريلين تواغني مذانا نتساني يطفذ قبريض الرب عز وجل يدانذ قبريض رب العالمين عز وجل لكن يقوم إنه يسعود رب العالمين الخذمان يخدمك إني في سبيل الله أمزون يهجرد غير المدينة من الرسول صلى الله عليه وسلم ذا شو سعى المعاني يعني ذا شو سعى الهجرة ذا المعاني ماشي كانت سيدا نحكو كان كيين وكنا نحكو عن سدهون إيمان النغوة لكن والي ذا شو نزمر دنكس يعني إلى هجرة تفاصيل الرحلة يقوين النبي صلى الله عليه وسلم يوين إنسلمان يمكان غير المدينة ناد باللي إنسلمان خاصة وإذا كي لندي مركنتين يمكان ولن زيسن وإذا كي لندي مركنتين أكم أبو بكر كم عمر كم عثمان بن عفان كم يعني عبد الرحمن بن عوف مثلا كم سعد بن أبي وقاص يعني دقسي قلان ذا غنى ذي مركنتين جان كل شيء ذفير نسان جان خيال نسان جان القاعات نسان جان خامل نسان التجارة نسان أو إذ كان يلو كان الدون الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم وظنصرن النبي عليه الصلاة والسلام وظنصرن الدينية فإذا انت ذي المعنى تصم قرانت إن كني ثورا يقول لا ربما نتفضي لثكوال نتفضي يعني ثم عشت الدونيث أو ثم عشت الأخرث وإن كانت عشت الأخرث تساوي ذي الدونيث تساوي ذا غنثي النا الأخرث في السنة يعني لن ينسلمن نحافن الدقسي سلمن لن نحافن ذي الناغ مكان خاصة وإذا كنت سعى ذريم وإذا كنت نسعى ونسعى وإذا كنت أرثني حمان الضعفاء غير مدن لن توعى الذب ماشي ذكرى لن وإذا كي يموت نزي سنة كم يعني مولان عمار بن ياسر وإذا كي يومي إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة ومقل يعني ما مشي لا يتمع مال النبي صلى الله عليه وسلم ما مشي يتمع مال ذا الصحابة يتمع مال الوحيد الكفار وإذا كتعتب نيثن وإذا كث نيثن أم بلال مثلا مسكين صغور انت الصحراء سلوسين طاف في بلاطن يلن حمان سلوسين يعني غفر ملي حمان وسرنون بلاط ذا نافو عبوطيس وهكذا أرمين ذروسي يموت يعني ولن وإذا كي لن سبحان الله العظيم مثل كثن أرمي وزمرنا لا غذف الدن أرمي ذين يعني تندقين كان سيذا من تقطرون الزيسن والداسن غير النبي عليه الصلاة والسلام كم كن الدحكان أف خباب بن الأرت أدياس مثلا ويا ستيثين أريز ميرا لغذي بد في طرنيس ودياس سحبو أف ثعب الطيس أرمي وتضغر النبي عليه الصلاة والسلام سيني يا رسول الله أخي كني في الحقين الله سيني الرسول عليه الصلاة والسلام في الحق أسيني أخي نهني في البطل إلا أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم نهني في البطل إلا نعمه سيني وشو ذا تيقو ما غنصر رب العالمين سيني مازال عاد أسيني يا رسول الله أخي كي ذا الرسول أسيني أنا عمي كي ذا الرسول أسيني ذا تدعو في اللسن يا رسول الله أدعو في اللسن أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما إنما أنا رحمة مهداة إن يسن كيش قعيد رب العالمين سبحانه وتعالى ذا سلمات إن يسن كوسيغ ده نسلم ذا غهن در راسه بريد إش قعيد رب العالمين ذا الرحمة يوهبي تسيدي هذا تسيدي مذانا مشيد وإنه دي السغلين النقمة في اللسن مقلت يعني أمشي ثلا المعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يمكى
الوحيد المشركين اللي قريش اشحال دي سد ياسنر ميدين تغال خنق الدعوه وهنا سدي مسلي الوحي نظم الدن حصرنت الحصار ثلاث سنين ارمي يعني اللوزن ينسل من وردت محسوب انا قار دروس وورث فغن من شعبي ابي طالب الحصار قدو من ثلاث سنين ارمي مي فوق الحصار اللي كان كي يعني خديجه تمطوخ من الرسول صلى الله عليه وسلم ذا عميصنا الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طالب ذاغن يعني نسل عثاب النيغم قراني سعدانا كن الحصار النيغ وغال موثن يعت سبيثنا مليح الحصار النيغ وش حالي موثن الجنس من داغن يسلم مستا من الحصار النيغ أنشتن يدي طرنا مرة الوحيد ينسلمن هل يا ترى إن يسن النبي صلى الله عليه وسلم كرث تخذ من يعني البومبات كرث أتسوث من كرث أتوصري غارين كي أتجرم متغموه نترنموه أبدا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر مصبر 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 حتى من بعد مي الهجر النبي عليه الصلاة والسلام يأسس الدولة إلا أن تسعى السلطة يوكنا تخدم الحرب نوض خدمها أوري أذينار النبي صلى الله عليه وسلم القتال دايما أدتس غرس الصحابة يا رسول الله أذن لنا في القتال أسين الرسول صلى الله عليه وسلم ألا مازالوا يأذينا رب العالمين مازالوا يأذينا رب العالمين مازالوا يأذينا رب العالمين وهكذا أرمين إديوطر يعني وول رب العالمين سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن للذين يقاتلون مقرث ملح يقاتلون يعني ذو ذاك طنين إثني ديبذان سيه واه إثني ديبذان سيثين إثني ديبذان سطراض لوحيد القتال ذا القران ذا الحرب إلى غير ذلك فإذا يعني ذي كان أنوالي باللي يعني غير دقارن وإذا كطنين في الإسلام باللي دين إرهابي باللي الدين انتشر نسي ذنب الدين انتشر نسو سكين إلى غير ذلك أنشتي ذلك ذبلي أنه الهدي للإسلام أنه إيس زوارة يوال ومن بعد وين الذكر ان يدم دا سكين غير وول ني يوكن هذه قابل يعني ما وال هذه قابل الفكره غير قابل يعني نص القوه سو سكين ذا الاجرام الى غير ذلك لافو دا كن يسعى البطل يعني نجنوي ذو سكين كن ريس عوذا غن الحق اجنوي ذو سكين وكن ذي دفع في منيس اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير فاذا وين ذا الهدي مقرن دا غن اراد نكس الهجران النبي صلى الله عليه وسلم وين نعتسب نسلم من مكة ذوين دغنرنان نعتسب من بعد ذلك المدينة أسمك يعني أهن الجنر الكفار التهنين سدين نسن وإنما جمعنا سندي وكنا القضون في اللسن ثزوارا يعني رغض هضرغ في يوث المعنى اسمي ثلا رحلة الإسراء والمعراج رب العالمين يشجع ذي يعني جبريل عليه السلام سالبوراق يرفض النبي صلى الله عليه وسلم يذس سالبوراق يوني كاي الصوت بيت المقدس إيوا شو ماشي الهجرة ذا غنى كني غرث طرو يعني الوحيد النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أدياس البوراق يعني وثي الدم وثي السرس مباشرة تنقل المدينة المنورة ولاش العثاب ولاش ذيك الفضار ولاش ثقذي ولاش الخوف ولاش كذا أري أدي طريارة ولاشتا أنشتي يثما ثنتي ثماثين باش نعلم يعني باللي رب العالمين سبحانه وتعالى يبغى غادي ينصر الدينيين الأسباب الإنسانية باش اللي يقيم باللي يويد نعتاب الإنسان ولكن نعتاب النبي إنسان كل شيء أزحر ديوسي السهلة قد دعوان الرسول صلى الله عليه وسلم قد دينيين الرسول صلى الله عليه وسلم سيما نسوين لنا عزيزي ثم مريح مريح في ربي ينعتاب يدف وطار أكثر من ألف كيلومتر ينحافي يقيم الغار يقاذ نتندم داكليس الحصون تحوفن في اللسن المشركين ماشي ذكرى يخدم الرحلة للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في طرنيس ألف كيلومتر أو يزيد يعني المدة تقريبا 21 يوم تسيكلي فا إيوا شو غنشتايا إيوا كنا تقيم إيوا منزوم إيوا نكار باللي غنسيكلي في الدينيين يويد هذي طرون في الأسكال العثاب يوكن يعني غنرفض الشاني العمورة غنكون سينسل من ديال القاعة يويد نعتاب يويد نشروثي ذي يويد يعني غنتبكر ونتقصير يوكن يعني لعل بلك هث أن نخدم خيران نوازل إلى عمورة النغير الجنس أنشتيا يويد دياس سلع ثاب ضم القرآن المعنى السنة في بغادك سغضاغ نقل هجريا أنه يغال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذا نجار يعني تفغني ينسلمن من نتسى مازال نتسى مازال نتسى مازال دياس أغورس مثلا أبو بكر الصديق أسين يا رسول الله يأذن لي في الخروج يعني طلب غي كده يسمحتي وكنا دفغني كيس لهلي وسين الرسول صلى الله عليه وسلم قيم كان بلك يجعل ربي سبحانه وتعالى غنساعف
إيوا شو غنشتي داغن؟ غنشتي باش أنظر الأخلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم وريا الولار وريا في غير نتسند من زو يتجا المسلمين تنين ذي النار يمكا، وإنما أنشتن يسلحيثن دي من زو يا حتى لأن وذيك يشجع فزورا وقبل غل الحبشة في السنة الخامسة وفي السنة السابعة من البعثة ثلاد الهجرة المسلمين على الحبشة ثم ورثيين السودان عندي الله الملك العادل النجاشي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبغى يوري باللي من هون إذا المضحي غمزوار قدينيين ذنتان عليه الصلاة والسلام ذنتانين عتاب الكثر مرة للغاشية يوكنا ذي الصوت الديني. فإذا كل يوم الزينة ولسعويرا الأنانية ولتسيلارا إيقو يستذي الطل كان غل عمري صغري يمانيس كان ذي الصمغور ثعبطيس الزات ويثماس ذي تخمم كان في المصلحين الشخصية. لو كان يخمم النبي صلى الله عليه وسلم في المصلحة الشخصية لقو هجر نغي لقوث البوراقي مكة المدينة نغيب دلستامور ثنغزري غارة حاجة سهلة ما تغفر بالعالمين سبحانه وتعالى غنشتي بشغي علم النبي عليه الصلاة والسلام روح التضحية المعنى في الثلاثة ما يوفقي رب العالمين سبحانه وتعالى غرغورس إيوا شو اسمي قفغ النبي عليه الصلاة والسلام يجاد علي بن أبي طالب يعني نقوم كانس يفغ النبي عليه الصلاة والسلام يثل مست يط غريو الغار ومن سماع نكني غار ثور يجاد قمكانيس إيوي ذاك نديو سنك نذي أذغن النبي صلى الله عليه وسلم يجاد لنا علي بن أبي طالب سبحان الله العظيم يجثد لنا أولا دمس عميس في السناث لفودا يجثد وكنذير الأمانة تكد قرن يعني التاريخ السيرة النبي عليه الصلاة والسلام غصر بالمشركين وتمنى رسل الرسول صلى الله عليه وسلم على أساس أنه نبي نغنكر أنشتني وإنما هو من ولو ننسن بصح ذا عان ذي تعانى ذن كان أكنسين أبو جهل الناس الفاميليين بني هاشم قوشي الله النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعني كرا يخذ من ذا الخير نخذ ميثا نكوني نكوني نسقي الحجاج أقلاغ نكني نسقي الحجاج نطعم الحجاج نطعم الحجاج ندى نحارب نحارب يذسن بس حنا ندقل الزينة النبي أم كرد قبل نشتي أم كرد نسوفغ النبي نكوني أم بعد إن يسد المحالة ذمنا غما لا سن النبي غيوس تتكغارا الفضل يوس تتكغارا يباني هاشم. فإذا الكفر نسن كفر عيند ولكن غصر بكفر نسن النبي صلى الله عليه وسلم مريع الدي ونذجم على ما نام وريت سفرا خير من محمد صلى الله عليه وسلم بحيث ذي حافظ في الأسود حرز تروح نضجي العشان سسر تسجن غرغورس الأمانة تسجن ذري من تسجن الحصون الحويج طرين إلا عزيزي في اللسن أسمي عددي هجر النبي صلى الله عليه وسلم غصر بالنجمع عند مرة وكنا ثنغن النبي عليه الصلاة والسلام وريوفارة يعني ثينيت وكنا سينا زيغنك كي خدمنا النجمع عندي وكنا أين غنر جدي مالو الهرمي قبر غيثن إقلامانة ثنسن المعاملة بالمثل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفغ سيمانيس يجد ميس عن ميس القخام يوكن ذي تولى غذير الأمانات الغاشية ويذ الهدي الإسلام وإنك طرن وثي سطر ريطارة وإنك طرن السيئة وثي تقبلت الحسنة أكي إلا النبي عليه الصلاة والسلام قارك ولا تخن من خانك المعنى في بغيض هضر ذي المعنى التوكل غفر بالعالمين عز وجل غام كرد نكس يعني التوكل غفر بالعالمين قل هجران الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ذي النبي ذي الرسول عزيزي ثاف رب العالمين عز وجل لو كان يبغى في الدم مكة غير المدينة سلبورا قكني في الدم رحلة الإسراء والمعراج لقي الدميث يعني بلا العثاب بلا يعني تخطيط بلا خمام بلا ثقذية بلا يعني ما يطرد كرا وإنما يجاث ذي الدون يثدوني مذانني وكنا أغسل مذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثمسال ثم قرانين يويدا السند شو التوكل في رب العالمين سبحانه وتعالى ذا شو المعنى التوكل في رب العالمين يعني ما تتكل غاف ربي ولكن يثمينو تقدم غيني مزمرة أيني لن في اللي تقدم النتيجة ثقالة تجغى في رب العالمين عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختطص مليح الهجرية يحفد يعني الغار داريلين المدة من ثلاث أيام من تل وحي أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كني تخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي غادي سيلي ذا مساعف يعدي على فسنات من تلغمثين يعدي يعني يتفضي وخدامي السنان يبرذن الصحراء اسمس عبد الله بن أرقط يوكنسني ورين يبرذن ورسين نران يمذن إنه من تغن يعني
أذف الدلني فرذن الصحراء. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قيما يغار ثور فير ما يلانفضن قخامنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قيما يغار ثور المدة من ثلاث أيام. يوشو بشو أسمرت حفن في اللسن المشركين القريش أذ حفن السا من زو السين والثلاثة ذي لين سبع ذن أحفن سن أذف غنكي نمكا وأسد الجنب ريد الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد ومدكليس أبو بكر يفرغ أذي لين تحفن بعيد كيني مكا. الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام نين قوشو لكن يغار ثور يعني يكلف مثلا عامر بن فهيرة يقول لنا ذمك سان أبو بكر الصديق أدي تعديس المال أغل جيها نغار ثور النية سأدي تعديك سلطان الوحي ذول لي الحاصون يوشو بشذك الآثار يطر. وكذلك أسماء بنت أبي بكر أتتسدس تتويد المكلة غار الغار النية. وكذلك عبد الله بن أبي بكر يوكن ذي تغيمان يقوريش أذي السل لشوذ الأخبار أرميت تقاران وسمطين أدي روح غار ثور يوكن سينين الرسول صلى الله عليه وسلم الوحيد أبو بكر الصديق لشو يتخمي من أدخذ من المشركين القريش. فأسمر عدين ثلاث أيام يمرني غرفذون الرحلة نسم يعني إيوا شو مرة تخطيطي يخذ مكة النبي صلى الله عليه وسلم غيز مركنا هذا أكني نخدم من كني بلك أثتكوال أن ترى جو كان كي ينصغر رب العالمين سبحانه وتعالى تسطر المعجزة غصر بيون وتي زرع ران هذه بغون هذه مير غصر بورتي الزران هذه بغون هذه جنو غصر بيون ورين عتاب ران هذه بغون هذه ربح غصر بوليس هيرارا مطاون هذه بغون يعني هذه نجح القراية إلى غير ذلك. وإنما التوكل أكني غسل مذ النبي صلى الله عليه وسلم مد يسي ونار غورس من الأعراب يسد يحوجي ثقوة الحاجة يود يستلغمت يداد فلاس يوتضغر المدينة إنيس أحوجك يا رسول الله إنيس عديد كش مدغر الجامع يوالك كي يثلغمتني لابد تج براني الجامع إنيس يا رسول الله إنيس ثلغمتين إنيس أتقنغني أتكل غاف ربي أعقلها أم أتوكل على الله يكري إنيس النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل على الله إن يسقنيت ثرنت تخلط غفر بالعالمين سبحانه وتعالى. فإذا دويذ المعنى التوكل غفر ربي أدخذ مغيني لن ذا الواجب في الليان ورتفريط غارا ورستهزي غار الزيس غار ثقارا من بعد ما يلكر اللخصص يعدس مني غيلي ولا علب لك أثر بالعالمين سبحانه وتعالى ذا انتان رثدي غطين ذا انتان رثدي تشارن اللخصص مني. ولذلك دنا في مثلا القصة عن الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم أكنث يمر جبريل باللي لان المشركين قريش عزمان دي وكنا دجمع عن 70 يرجازن الفاميلية مرة من قريش أذدو كلنا ذنغ النبي صلى الله عليه وسلم أغو خامس يونيت إيوا شو غنشتني باش وزعني دم من يصاف الفاميليات مرة والفاميليا الرسول صلى الله عليه وسلم بني هاشم وزمرنا راه تقيد 70 الفاميليات وزمرنا راه أدر في ذني يعني أسكيني وكنا تسكرنا أسكرنا الطراد الوحي 70 الفاميليات إذا شرى أد قبلا إذا شرى دم من دادا يتجث رب العالمين هذه قيم هذه فغ السنة وخام النين وكنا ذي فغ وجارسا ذي باش تطرد المعجزة ويفغ النبي صلى الله عليه وسلم وجارسا وهو يتلو قول الله عز وجل وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يوثن يعني يطس ونثني سوفديث ويعدى النبي صلى الله عليه وسلم يزز رحال غفق الروين سن بشد علمن باللي عدى وقوغار سن فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أسم الله نكن للغار غار ثور تسند المشركين قريش لم يضوطن غار الغار النية محسوب لو كان يونطال كان غارو طاريسة كيذي لقي ولثن غار دخل الغار النية ولا النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أبا بكر الصديق. ولكن أن دان فك يعني تزمر ثيك يا مذان ذينا تفطر ربي سبحانه وتعالى يغاش دافوس يغال يعني ولا نكي غري من الغار النير وفندنا يعني ثحممت تخدم العشيس وذيني ثلا ناس لو كان إلا حد داخل الغار يدي الأكثر ولا ثحممت النير وتخدم مرة العشيس لنا وهكذا يعني طرد المعجزة. أسمي قرول النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أبو بكر الصديق ذا غن وطنغريون ومكان نذان يوان قريب طفريثن دي قريب يعني طفيثن خاطر خذ من المشركين من قريش يعني الجائزة 200 لغمان وين رد ياوين محمد صلى الله عليه وسلم الوحيد من داكليس يا إما ذي مديرن نغذ الميثين أكني بغي ياوثنين أفغنون جيون واس يعني 200 أدن ميثو رجل وقتنا 200 كوميا غارس فكن
200 ناقة يعني غريلين في ثانتد زمر انت ذارون تزمر انت يعني غدفثين تذفرورين تذيسعو الشيء أنشت العجب إلا يونس من السورة قبل مالك ذروسي وتضغى النبي صلى الله عليه وسلم اضطرد كذلك المعجزة أنه يسغلي ثيد رب العالمين ديما فوسر ذونيس ويدوي رصد ستمس تعجج انت مسكيين إيوا شو غنشتيين مي خدم النبي صلى الله عليه وسلم واحد أبو بكر الصديق رضي الله عنه مي خدمن أين مزمرن قدمنت جمان نسن غرثا قالت وكلنا فرب العالمين سبحانه وتعالى يسيسند التوفيق رب العالمين هي خيرا وإن ريلين يخدمين اللان ذا الوجب في اللاس لابد كان أتي وفق رب العالمين سبحانه وتعالى غاس يطول في اللاس الطلام غاس يطول ثلاس غاس يطول يعني ومشوار ولكن ثقارين سد العاليت إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بغض هضره يعني وشو يهجر النبي صلى الله عليه وسلم غير المدينة المنورة يهجر النبي عليه الصلاة والسلام غير المدينة المنورة خطر ودي قمارة النفع ولا باللي مردي قمارة النفع يكرتيني نغ الوحيد العباد نيكن يدعو غروب رضا رب العالمين سبحانه وتعالى 13 سجسنا 12 سجسنا يا نتاني دعوثنا غروب رضا رب العالمين ذروسي درطبا ولو ننسن غروب رضايا إيه أكن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قارك يعني المعنى نسبة للساعة تربح فإذا المعنى ماشي الحادث على كل حال يعني مر إلي ون يعوص رب العالمين سبحانه وتعالى جيوثن الجهة يا إما ذا الزواج يا إما ذا التجارة يا إما يعني ذا العلم يا إما ذا كذا أذي في الدل ثقنت وكذلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعني غنسيت سيدي بالله رب العالمين سبحانه وتعالى روح لديت سيدي ثميطني سوفيت القمية وكدس لنا راه وديورت فشلت يعني وافقت وتقيمت وتغلت رخامي كسنين ثقعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تحب استرى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تنفست ثاني الجارث بحيث أن دا اكتدي بالله رب العالمين يهدي الدين ثميطنين يود يعني أتذومت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإذا وين معنى من المعاني من المعاني كذلك أنه قبل الذي هاجر النبي عليه الصلاة والسلام غير المدينة المنورة إلا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ذي جسد المعاني غصر بفغضي الحصار الاقتصادي نسخذ من المشركين القريش المدة 3 سنين ومن عن في الأسد يفغ ومن عن في الأسد يهضر الوحيد المشركين قريش وإنه فاني هالضر الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم خطين ومشي ذكران يسخذ من النبي عليه الصلاة والسلام ويسوسوف ويكاثث سوغ بار ويترجون ميذين يعدى ذي الظل ذي سمير في اللس يعني جغذان انتضورت والغمنا انتفوناس يعني ماشي الكراء سوى شطر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يحزم يفد ذرقاز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرمي وغلي يعني نستغل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كان ندي تسن تحجون دي الموسم للحج خطر لنو عربا تحجون دغر مكة يعني تأسيا بنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ولاش الحج النين الحاجة العمل كيان غريلين دي العمل العالي خطر تحجون دي وكن يعني تخذ من تطيافين اللات ذي العزة ذي هوبال ذي كذا تحجون دي وذ دوير نطوفن يعني في الكعبة ذي عريانا وتدون تصفيرا إلى غير كان يعني ماشي ضرب العالمين عز وجل لا يد قسادا وإنما يعني قسادا الشرك النين اللان دينا ازدخلنا ان الكعبة فإذا به استغل أنشتني الرسول صلى الله عليه وسلم أخيرا وإن ردي يسن من الوفود الحجاج أثني ملقى النبي صلى الله عليه وسلم وذي عرض في اللسن يعني الإسلام ولكن قومنا السلنا نجار مثلان ستا يعني مدا أساند يثرب في النور يغالن اسمس المدينة المنورة مي عدنا ذقلا نهني ومنن سيس ستسل من قاري فاسني اسمي عدنا ذقلا غير المدينة المنورة السدية سنديد سن يون صحابي ايون صحابي من يعني اهل مكه اسمه مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو من شهداء بدر رضي الله عنه وارضاه مصعب بن عمير ذا صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم ما فكن يضحكون في الناس ذيون العبد لن يسعاه ذم ذا سبحان ذيون العبد قلان يتنقي مانيس يتنظف مانيس سننت العباد باللي تحب غادي الحاجة العالية ويتحب يعني غادي يخدم الريحة العالية ذيون ومذاني قلان يسعى يلس ذا زيضان ذا محروش يرني يسعى يلس ذا زيضان يزمر الدقن على الغاشين يزمر الدي السرطب ولون
إيوا شو اللي اختار النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلم من المسلمين؟ لعل عبد الله بن مسعود مثلا كان أعلم الصحابة، لعل الذي اختار عمر بن الخطاب، لعل الذي اختار مثلا أبو بكر الصديق إلى غير ذلك. كاثي شجع إيوا كنا ذي نشر الدين، إيوا كنا ذي نشر الإسلام يثرب يعني المدينة المنورة، ولكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير. إيوا شو خطر يسعى صفات الداعية المعنى ينسي سعى الصفات نوين ريلين يزمر الدقن على الغاشين، يزمر الدم السلاي الغاشين، يزمر الدي السرطب ولون الغاشي. ولذلك يعني أنشتي يعني شراوني لان الدرسي الغاشي نكراوني لان مثلا امام مسجد الى غير ذلك يويد تسعون الصفتين يقسعى مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. هذه لي ضرطبان دال غاند سهلان، هذه لي ضنطفان داز ديان، هذه لي يعني يسعى يعني وان كان الصفه يتفكت رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن يعني هذه نور وذمس بحيث لو مدن يعني ما تقبل بمجرد ثوالين كان كيا غادي يشمو لون انسان عاديما لا يعني يمسل أيد ذوالين مش ضزيضان يلسيس مش يعني يسقم ربي سبحانه وتعالى لا غيس مش يرد هذا المعاني. فإذا دو إذا كيجي نجحن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى في الثلاثة يعني هو الثلاثة أرد نكس الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه المسلمين كل يوم رثنا النبي صلى الله عليه وسلم أذفغن غر المدينة، ومن بعد ذلك الإنسان فغن استفرى يتلمس طيط الحصون استر ولا كذا بل كذا على المنسي السن مشركين القريش والدقس زيسن يوم فاقن الرنتن دقبري الزوار انتن السناس المساكيث فغنك الحتاب الرسول صلى الله عليه وسلم سيمانيس يفغ يعني استفرى. أنا جار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذيوني لن يعني تفور ناس إذا من تالي ناس إذا من هلا هلا يفقع ويسعى في الركزان تزاد يعني في الركزان نويت ولكن تزاد في الركزان النبي عليه الصلاة والسلام المعنى ماشي يفقع عمر بن الخطاب يعني نزاث مدن مرة يعني يتحدث لكن يتقر القصة يروح يعني يعني غر النادي غندي تغيما لكن إن يسوين يبغى نادي سبجل انتر واسني غستروا في الاسي ماس إن يسيد ديز ما بريده يقطع هذا عدغة أقلين مهاجر سنكيس لهلي وأقلين ثدوغة أغري يثرب وإني يبغى نادس قجل تروسني غستروا في الأسي ما سيدي زمابر إذا يقطع. وبالتالي فغك إني لا نسين صغر نقروين إنسان راح حقيقة نسي سكين فغنى ثأثن غنى ثدرن غثغن الحصون يعدى يعني النغي ثن يعدين غثن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المعنى يسمشي عمر أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام، الشجاعة ذا النبي عليه الصلاة والسلام يتسعى أكثر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع ريمانيس من باب أنه طلا يندم الدن غرغور سدا شاري يخدم يوكن أثي الطفرن يوكن الخدم لكن ناري يخدم. لو كان يفغ النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا وسد حقق رب العالمين سبحانه وتعالى غنشتني سيلي يشقى في سلم يطنين يوكن الدفغن جهارا نهارا يعني ماشي مستفرة. ولكن عمر بن الخطاب يخدم نشتني يخدم في إيماني ماشي مقتدى به عمر بن الخطاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مقتدى به. لذلك يعني أيضا النصيحة ذغن وين ريلين تشرعت ينسلم وين ريلين الدريس وين ريلين الإمام إلى غير ذلك يود ذي تبع السهالة خطر مذن اثنان طلين دار غورسي وكند من الدين نسن في الله سودي ورا هذه يتبع أبريد التشدد يود ذي تبع أبريد السهالة أبريد التيسير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتقارن يعني في الله الصحابة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن حراما. خيرا انت مسالت بقشون يسعى النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار غير سنث الحوايج دائما يتختار النبي صلى الله عليه وسلم اين اللان سهلا اين اللان يسهلا في مذانا. ذا شو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غرثا قارا مقربة ديوت غر المدينة المنورة يهجر النبي صلى الله عليه وسلم في طرنيس انت ابو بكر الصديق وين على كل حال سنه من الغماثين ثيك ولا ذرك بن ثيك ولا بودا تستعفون سنه الغماثين النية الوحيد خدام النية وينك النية خلصنت وان كان ذا الكافر يقول يعني اسمه عبد الله بن ارقط المعنى سيدي اذا غنم الا ثلي وثن الخبره سيد المعنى ذا المعنى اسمه الا ثلي وثن الخبره وتنسعى يكون ينسين سلمن الليل وان العلم وتنسعى لا يكون تكنيك وتسعى مثلا ينسلمن
لابد أوري حرم الشرعي وكنت مع مالط الوحيد الكافري وكنت تاويت الخبرة النيني وكني يعني تستغلط العلم النيني قسعة كني. فإذا نشتي إذا يعني ذي الهدي إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطر لن وذي كدي تفغني يعني قل أم النغ أريني بل عندي يكثي بورا ودي وغتهضر ذي الكافر ودي وين يعني أتمع مالط ذي الكافر ودي وتغطغف الكافر ودي واستزنس ذي الكافر إلى غير ذلك. نشتا أين تهضرني يعني يخولف الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أثار نفاد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخلص يون ورقاز يلند الكافر وكن يعني نسدي ورين فردان الصحراء وذي يدو ذي سجر ريح للنين. فإذا ذويذ الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم مقربة ديوت النبي عليه الصلاة والسلام غير المدينة المنورة يحبس جيون ومكان من قار قباء ذيوث تمدين تقرب يعني غير المدينة المنورة يحبس لنا لهليس يعني كشمن خير للدقس الزيس نغر الإسلام يخدم يعني قل وقت النين الهجرة النين كن يبنى الجامعة منزو الإسلام المسجد منزو في تاريخ الإسلام وهو مسجد قباء يخدم المسجد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مدي وطغر المدينة المنورة ذا شو الحاجة من زوثي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يبنى ذا غن المسجد وهو المسجد النبوي المسجد المدينة المنورة انتورا. فإذا يعني مقل النبي عليه الصلاة والسلام يبغى ديكون المجتمع يبغى ذي صلاحين ذانا يبغى ذي سجم يبغى ذي سالي ثيك الإنسان غروين صرضون رب العالمين سبحانه وتعالى ذا شو يخدم يخدم المسجد. فإذا المسجدين ذي الجمعي المسجد الصلاة ولكن ذا مكانا دريلين توربان زيس الغاشين يوكن من دذن يعني الصلاح للدني ثنسن ذي الصلاح الآخر ثنسن بإذن الله عز وجل. ما إلا تبغيت كري لأن مثلا ذكرتي تبغيت أتسفت زيس الصلاح العباد المؤمنين كذا هذا الظل نمدن هذا مخاوان جوجل سن أعدين بنون المسجد دائما نسيج على رب العالمين سبحانه وتعالى المسجد النير إمزداغيس وما يليف كيس رب العالمين الشيخ ذا الإمام ريل يعني يقوم سلموهم ما يسكن يقوم الحال أذي عدي رب العالمين سبحانه وتعالى دي سفتين الخير فوفوسي سلام القرآن ذي نري صلح المزداغ انتمنط النير مرة أمشانا دانو لش المسجد إمذان النير طاعا دريان سند طاعا الخالث سند طيعا وهكذا ما إلا تبغيت تصلح تكرا ومذان أسس ذي النار المسجد أسيج على رب العالمين سبحانه وتعالى إمزداغيس. وكذلك ذا شيء يخدم النبي عليه الصلاة والسلام يعدان يسذك للمهاجرين الوحيد الأنصار يعلي ثن دثماثن الوحيد ذا البعطنا المعنى ينس يعني تم قرنت ذا غنتي المعنى ينس أنه إنس لمن يوكن يعني غد من دثن الخير الدني ثل الوحيد الخير الآخر ثو ثفن يويد ذا معاونين بقارس لكن الدينار بالعالمين عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدنيا تحوج المعاونة تحوج تجمات تحوج الاتحاد تذكرين الأخر تضغن تحوج نشتنين تحوج الاتحاد تحوج تذكرين تحوج تجمات. فإذا سنث الحوايج فقر صان النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع للمدينة ثمن زوث الطربا واندار تربان التربان في مسجد من المساجد ويويد المسجد الذي ديني وثيد فكر يويد المسجد الذي قومس المهمة التربية ماشي الذي قومس المهمة يوكن الدي السفر المتشددين يوكن الدي السفر للتيروريست يوكن لا يعني غنشتين ذا سفر المهمة للمسجد وإنما المسجد يموج يوكن ذا المذن لعباد الدين سن يوكن ذا السنن الفثوثة الدين يوكن ذا السنن ذا شو ذا الحق الربي ذا شو الحق يمذانا ذا شو الحق المؤمنين شو الحق الكفار شو الحق تمطوطه فرجازيس شو الحق نرجزه فتمطوطيس شو الحق الوالدين شو الحق الدريان شو الحق الحيوان شو الحق الجار شو الى غير ذلك يعني اذ تثقفني سلما في السنات لازم تسيلي ثيمات الوحين تذكرين جوجرسن خطر بلا ثيمات بلا ذكرين ازوح ارث بالنون يمذانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.